If M is an M by R matrix and BM is an R by N matrix, then the product ABM is M by N matrix, whose entries are determined as follows. To find the entry in row I and column J of AB, single out row I from the matrix A and column J from the matrix B, multiply the corresponding entries from the row and column together, and then add up the resulting products. طيب خلينا هون نشرح الديفينيشن. بداية حتى أقدر أضرب ماتريكس M في ماتريكس B لازم يكون في عندي شرط. طب إيش هو الشرط؟ طيب لاحظ هنا إنه الماتريكس M معطيك السايز إله هو M by R، ومعطيك الماتريكس B السايز إله هو عبارة عن R by N. يعني بتلاحظ هنا إنه عدد الكولومز هم عبارة عن R في الماتريكس M، وبتلاحظ هنا إنه عدد الروز في الماتريكس B هم عبارة عن R. إذا معناته جماعة الشرط في عملية الضرب ماتريكس A مع ماتريكس B لازم يكون عدد أعمدة الماتريكس الأول مساوي لعدد صفوف الماتريكس الثاني. خلينا هون نعطي على الهامش. يعني مثلا عندك هون ماتريكس A، وهون عندك ماتريكس B. قلت لك سايز الماتريكس A 2 by 3، والماتريكس B سايز اللي هو 3 by 4. هل بقدر أضرب الماتريكس A مع الماتريكس B؟ نشوف ياسر. تفضل ياسر. كيف دكتور؟ لو بتعيد بس. معطيك هون الـ A السايز إله 2 by 3. نعم. معطيك الـ B السايز إله 3 by 4. السؤال، بقدر أضرب الماتريكس A بالماتريكس B؟ لا، لأنه مش نفس السايز. لا بس هو الشرط، مش الشرط انه مش انه لازم يكون نفس السايز. الشرط هنا ياسر اذا بتلاحظ، لاحظ هنا انه انت عندك عدد ال ال الكولومز كم عندك هون؟ 3. وعدد الروز في الماتريكس بي 3. متساويات؟ متساويات. معناته انه متساويات، اذا بقدر اضرب الماتريكس بالماتريكس بي. إذا هذا الشرط يا جماعة، إنه لازم يكون عدد الكولومز للماتريكس الأول مساوي لعدد الروز للماتريكس الثاني. طيب الحين الماتريكس الناتج مثلا سي، كيف بدي أعرف السايز إله؟ موجود عندي بالديفينيشن. هاي عندك هون بالديفينيشن. Then the product AB is M by N matrix. يعني الماتريكس الناتج السايز إله هو عبارة عن M by N. طب إيش هي الM؟ الM هي عبارة عن عدد روز الماتريكس الأول. طب إيش هي الN؟ الN هي عبارة عن عدد كولومز الماتريكس الثاني. يعني لو أجينا على الإكزامبل الموجود عندي على الهامش، وقلت لك ايش راح يكون سايز الماتريكس الناتج، انت راح تيجي على روز الماتريكس ام، كم عندك؟ 2. اذا معناته الماتريكس الناتج الروز له راح يكون 2. طيب لو سالتك ايش هم الكولومز للماتريكس الثاني، راح تقول لي 4. اذا معناته كولومز الماتريكس الناتج راح يكون ايضا عباره عن 4. طيب اوضح لك اياها بطريقه ثانيه. لاحظ هون انت عندك العددين اللي قراب على بعض، اللي هو عندك هون الثلاث والاربعه، عفوا الثلاث والثلاث،
هذول القراب على بعض يا جماعة إذا كانوا متساويين معناته بتتم عملية الضرب ما بين الماتريكس A والماتريكس B. إذا اختلفوا معناته ما بتتم عملية الضرب ما بين الـ A وما بين الـ B. طيب الأعداد البعاد عن بعض اللي هم 2 والأربعة هذول بشكل سايز الماتريكس الناتج. طيب تفضل يا ياسر شو عندك؟ بس دكتور احنا قبل شوي فوق حكينا انه لازم يكونوا نفس السايز عشان نقدر نجمعهم كأنه لا هذا بالجمع حكينا بالجمع حتى اقدر اجمع ماتريكس الاول مع الثاني لازم انه يكونوا نفس السايز لكن بالنسبة للضرب ما في شرط انه يكون نفس السايز سيوضح لك اياه هون لاحظ هنا شوف الماتريكس ام m by r والماتريكس b r by n لاحظ انهم ما لهمش نفس السايز واضح اذا في الضرب ما الشرط انه ليس انه يكونوا نفس السايز الشرط انه لازم يكون الكولومز الماتريكس الاول مساوي لروز الماتريكس الثاني لو تعطينا مثال بالارقام توصل اكثر يعني انا معك بس انا بدي افهم شو بدي اوصل انه كيف انه بتتم عمليه الضرب لكن كيف لكن كيف بدي اضرب ماتريكس بماتريكس طبعا موجود هون راح اوضح لك اياه عن طريق الاكزامبل طب خليك معي يوسف مثلا اعطيتك الماتريكس A ضرب ماتريكس B وحكيت لك انه سايز الماتريكس A هو عبارة عن 3 باي 4 والماتريكس B هو عبارة عن 2 باي 3 هل بقدر اضرب الA بالB يا ياسر؟ ياسر إيه لا ليش طيب؟ لأنه الرقمين القريبات ما بيشبهوا بعض أنا هيك فهمتها صراحة ممتاز لأنه هان عندك العددين اللي قراب على بعض هم غير متساويات أنه عندك كولومز الماتريكس الأول وروز الماتريكس الثاني اختلفوا إذا هنا ما بتتم عملية الضرب طب خلينا نغير عليها شوية عشان تتم عملية الضرب لو خلينا العدد اللي هون هو عبارة كم لازم يكون هون ياسر العدد؟ 4 ممتاز إذا هيك يا جماعة بتتم عملية الضرب بقدر أضرب الماتريكس A بالماتريكس B الحين الماتريكس الناتج تقدر تعرف السايز له ياسر؟ 3 by 3 ممتاز اللي هو 3 by 3 اوكي يا جماعة اللي هو روز الماتريكس الأول هو راح يكون روز الماتريكس الناتج عددهم طبعا وعدد الكولومز الماتريكس الثاني راح يكون مساوي لكولومز الماتريكس الناتج طيب هذا بالنسبة يا جماعة للشرط انه متى بقدر اضرب ماتريكس الـ A بالماتريكس B الحين كيف بدها تتم عملية الضرب عملية الضرب لوضح لك هون عن طريق الإكزامبل consider the matrices معطيك matrix A سالب 1 2 0 3 5 minus 2 matrix B 1 2 0 0 5 minus 5 minus 1 0 2 minus 2 3 1 لو جيت أضرب matrix A بالماتريكس B فلاحظ أنه هون بقدر أضرب الA في الB السبب أنه عدد columns matrix A مساوي لعدد rows matrix B طيب الماتريكس الناتج راح يكون السايز له هو عباره عن 2 باي 4 هي واضح 2 باي 4 طيب كيف بدي اضرب الماتريكس A بالماتريكس B الA ضرب B يا جماعه
بس خلينا انقل على الهامش الماتريكس A والماتريكس B. طيب يا جماعه، هيك انا نقلت الماتريكس A والماتريكس B. الحين بدنا نتعلم كيف نضرب الماتريكس A B الماتريكس B. طيب اذا هون زي ما حكينا السايز هو عباره عن 2 باي 3، وهون السايز هو عبارة عن 3 باي 4 equal. سايز الناتج راح يكون هو عبارة عن 2 باي 4. طيب الناتج مثلا هون عندك C11، هون بده يكون عندك C12، C13، هون السيم 1 4. ممكن تسأل طب ليش وقفنا عند ال 1 4، ليش ما كملنا مثلا 1 5 1 6 1 7؟ السبب لأنه هون عندك أنت الكولومز هم عبارة عن 4، لهذا السبب أنا وقفت عند الأربعة. الحين هون راح يكون عندك فقط صف ثاني، يعني صف أول وصف ثاني، يعني ما راح أعمل صف ثالث. يعني هون راح يكون عندك C21 C22 C23 و C24. طيب كيف تتم عملية الضرب؟ يعني كيف بدي أعرف قيمة C11؟ شو بعمل؟ باجي يا جماعة بضرب الصف الأول بالعمود الأول، بضرب
بداية سالب واحد ضرب واحد هو عبارة عن سالب واحد، بعدين زاد اثنين ضرب خمسة عشرة، اثنين أو زيرو ضرب اثنين هو عبارة عن زيرو، بعدين بجمعهم شو الناتج عندك هون؟ تسعة. إذا مرة ثانية كيف بدي أوجد أنا السي 11؟ بضرب الصف الأول بالعمود الأول، سالب واحد بواحد سالب واحد زائد اثنين بخمسة عشرة زائد زيرو ضرب اثنين زيرو، المجموع هو عبارة عن تسعة. باجي هنا بشيلها وبستبدلها بتسعة. طيب حتى لا تخربط، هنا كان الاندكس عندك 1 1 1 1، يعني بضرب انا الصف الاول بالعمود الاول، يعني مثلا هنا انا بدي اوجد سي 1 2، اذا معناته راح اضرب الصف الاول بالعمود الثاني. مرة ثانية شو راح نعمل؟ بضرب سالب واحد باثنين سالب اثنين زائد اثنين ضرب سالب خمسة سالب عشرة زائد زيرو ضرب سالب اثنين زيرو، المجموع سالب 12. بالتالي باجي على السي 1 2 بستبدلها بسالب 12. سي 1 3 نفس الشيء، بضرب الصف الأول لكن هنا بأي عمود؟ شو رأيك يا ياسر؟ الثالث. بالعمود الثالث، إذا هنا راح ينضرب بالعمود الثالث. آه يا كرم، كيف بدي أضرب صف أول بعمود ثالث؟ تفضل. بالعمود الثالث دكتور، نضرب سالب واحد ضرب صفر. ممتاز، إذا هون عندك تطلع صفر، زيرو، زائد اثنين ضرب سالب واحد سالب اثنين، زائد سالب اثنين. إذا هون سالب اثنين، راح للموجب مع سالب سالب. بتصير صفر. صفر ضرب ثلاث، بتصير صفر زائد ثلاث. هي زائد زيرو. تطلع سالب اثنين، ماينس 2. ممتاز، إذا هون باجي على السي 1 3 بستبدلها بماينس 2. سي 1 4 نفس الشيء يا جماعة، الصف الأول راح لكن راح يكون بالعمود الرابع. نشوف ناس جداد. يا محمد بكر، محمد بكر تفضل يا محمد. أو ناس رافع يديها معلش. إسماعيل إبراهيم تفضل يا إسماعيل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، تفضل إسماعيل. سالب واحد ضرب صفر، صفر. كلها صفر راح تطلع الجواب دكتور. ممتاز، سالب واحد ضرب زيرو، زيرو. اثنين ضرب زيرو 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 ضرب واحد زيرو، إذا ممتاز. إذا هون عندك الناتج هو عبارة عن زيرو، بالتالي قيمة سي 1 4 هو عبارة عن زيرو. طيب نشوف ناس ثانيين. شفاء نزار تفضل يا شفاء. شفاء المايك عندك. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. هسا بدنا ناخذ الصف الثاني مع العمود الأول. بدنا ناخذ الصف الثاني مع العمود الأول، الصف
الصف الثاني مع العمود الأول، اللي راح يكون 3 ضرب 1 3 زائد 25 3 زائد 25 ممتاز ناقص 4 ممتاز ويساوي كم الناتج هنا؟ 24 راح يطلع الناتج. ممتاز، إذا معناته C21 يا جماعة هو عبارة عن 24. ممتاز يا شباب. نشوف دنيا، بس وين اسمك يا دنيا؟ تفضلي يا دنيا، المايك عندك يا دنيا. هلأ نضرب الصف الثاني بالعمود الثاني. ممتاز، لأن هون صف ثاني بعمود ثاني. 3 × 2 = 6 وخمسة بخمسة 25 ستة ناقص 25 ستة ناقص 25 سالب 2 زائد 4 سالب بتصير سالب 19 زائد 4 بتصير سالب 15. ممتاز، ده معناته سي 22 هو سالب 15. طيب سي 23 بدنا نضرب يا زيد، تفضل يا زيد. تمام دكتور، نضرب 3 بصفر. لا، بداية نضرب ايش؟ بأي صف بأي عمود؟ الصف الثاني بالعمود الثالث. ممتاز، يلا 3 × 0 عندك 0 0 زائد 5 × سالب 1 = 5 ممتاز زائد سالب 2 × 3 اللي هي سالب 6. ممتاز، فالناتج كم عندك؟ الناتج سالب 11. ممتاز، طيب نشوف عمر، تفضل يا عمر. برافو دكتور. يلا يا عمر، شو نعمل بال كيف نوجد ال C24؟ نضرب الصف الثاني بالعمود الرابع. الصف الثاني بالعمود الرابع، ممتاز يا عمر. 3 × 0 = 0 شو كان هون يا جماعة؟ 0 كان كأنه؟ طيب إذن هنا الصف الثاني بالعمود الرابع. 3 × 0 = 0 3 × 0 = 0 5 × 0 = 0 ممتاز. سالب 2 = 1 سالب 2 ممتاز، عندنا سالب 2 فالناتج سالب 2. إذن هذا يا جماعة هو الناتج الحاصل ضرب الماتريكس A بالماتريكس B. الحين لو سألتكم هنا بقدر أضرب الماتريكس B بالماتريكس A، يعني بالعكس، يعني B ضرب A. لو جينا هنا على سايز الماتريكس B، هي موجود عندك 3 × 4. الماتريكس A السايز هو عبارة عن 2 × 3. نشوف ناس جداد. سارة، تفضل يا سارة. لا دكتور ما بصير، لأنه الأعداد المتشابهة بعد عن بعض، لأنه القراب على بعض قصدي غير متساويات. هون يا جماعة عندك عدد الكولومز 4 وهون عدد الروز 2 اختلفوا، بالتالي هون يا جماعة undefined غير معرف، يعني ما في انا عندي ناتج.